اكتشاف أقدم نسخة للقرآن الكريم كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سطور أقدم مخطوطة قرآنية في العالم. المخطوطة التاريخية كشف عنها في جامعة برمنغهام. هنا على رف من رفوف المكتبة البريطانية بقيت هذه المخطوطة. معلومة من التاريخ الإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. تعهد المولى عز وجل في كتابه الكريم بحفظ القرآن الكريم ليوم الدين، فلم يتعرض القرآن الكريم لتحريف أو تغيير منذ أن نزل الوحي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، حتى إن أول نسخة كتبت من القرآن لا تزال موجودة حتى يومنا هذا، فأين وكيف تم العثور عليها؟ السلام عليكم. أثارت مخطوطة قديمة للقرآن الكريم عثر عليها في جامعة برمنغهام البريطانية حالة من الجدل في الأوساط التاريخية والحضارية، ويرجح خبراء أن هذه المخطوطة تعود إلى عصر الخليفة أبي بكر الصديق، بعدما أثبت فحص بالكربون المشع أنها تعود إلى ما قبل 1370 عاما على الأقل، وهو ما يجعلها أولى المخطوطات المكتوبة التي يجري اكتشافها من القرآن الكريم. وأكد العضو المنتدب لمؤسسة محمد بن راشد المكتوم للدراسات الإسلامية في الإمارات جمال بن حويرب أن هذه النسخة من المصحف كتبت في وقت مبكر جدا، مما يرجح أنها من القرآن الذي أمر بجمعه أبو بكر الصديق، مما يجعله من أهم الاكتشافات للعالم الإسلامي بحسب قوله. واعتبر أن هذه المخطوطة أو النسخة هي أصل الدين الإسلامي، وهي أصل القرآن الذي بين يدينا اليوم. وأضاف: أعتقد أن هذه المخطوطة ستحدث ثورة في مجال الدراسات الإسلامية. وطالب بأن يكون اكتشاف تلك المخطوطة العريقة التي لا تقدر بثمن سببا لتعضيد مبدأ قبول الآخر، ودافعا لمزيد من التسامح بين الأديان، مشددا على الحاجة إلى أن نحترم بعضنا بعضا وأن نعمل معا. وليست هذه النسخة الوحيدة من القرآن الكريم التي تعود لعهد صدر الإسلام، وإنما هناك عدة نسخ أخرى تم اكتشافها حول العالم، ومن أشهرها مخطوطة كهوف الضالع في اليمن. وجدت هذه المخطوطة في أحد الكهوف الجبلية جنوب المدينة، نسخت بيد الفقير إلى الله عام 200 هجرية، يعود عمر المخطوطة ل1236 عاما. مخطوطة ولاية بادن الألمانية في ألمانيا. وجدت هذه النسخة في مكتبة الجامعة بخط اليد، تعود للقرن السابع الميلادي، ووصلت المخطوطة إلى مكتبة الجامعة عام 1864، عندما اشترت الجامعة جزءا من مجموعة الكتب الخاصة بالقنصل البروسي يوهان جودفريد فيتش تاين، ويعود عمرها إلى 1366 عاما. المخطوطة الأندلسية تايلاند. توجد المخطوطة بمدينة ناراتيوات جنوب تايلاند، أندلسية الأصل، وتعود إلى عبد الرحمن الغافقي أمير الأندلس، وهو أحد أبرز القادة العسكريين في التاريخ العربي، وتولى حكم الأندلس سنة 732 ميلادي. مخطوطة الجامع الكبير في اليمن. وجدت هذه المخطوطة أثناء أعمال ترميم الجامع الكبير بصنعاء إثر سقوط أمطار غزيرة عام 972، ويعود عمر المخطوطة إلى 1344 عاما. وهذه المخطوطة جاءت من 800 مصحف يرجع تاريخها في الفترة الممتدة بين القرنين الأول والخامس للهجرة. ولا شك أن كل هذه المخطوطات العتيقة ما هي إلا دليل آخر على حفظ الله سبحانه وتعالى لكلماته وكتابه الكريم، إلا أننا لا يجب أن ننسى أيضا أن حفظ القرآن لم يكن معنيا فقط بالمخطوطات العريقة والمصاحف التي تنتشر حول العالم،
إنما يجب أن يكون القرآن الكريم محفوظاً في صدور المؤمنين، وأن يراه الناس في أخلاق المسلمين وتعاملاتهم قبل أن يسمعوه يلقى على مسامعهم أو يقرؤونه في الكتب والمصاحف. معلومة من التاريخ الإسلامي.